بسم الله الرحمن الرحيم. هندرس مع بعض الترم ده كورس Industrial Pharmacy 2. طيب قبل ما نشوف المحتويات بتاعت الكورس او قبل ما نتكلم على الكورس كونتينس وهنشوف هندرس ايه والجريد ديستريبيوشنز وايه المواضيع اللي هنتناولها في الكورس ده، مهم جدا ان احنا نتفق على بعض النوتس، بعض البريكوشنز اللي كلنا مهمة جدا ان احنا نلتزم بيها. اول حاجة ليكتشر تايم، وقت المحاضرة، وهو هيكون اسبوعيا في نفس التوقيت. مهم جدا واحنا بنشرح اللايف ان احنا نكون موجودين في التوقيت، بيبقى معانا تايم او معانا allowed time لفترة معينة، ما ينفعش ادخل بعدها لان ده بيتحسب لي ليت. وطبعا احنا عارفين ان دلوقتي بدا يتفعل الاوتو اتندنس، يعني بمجرد ما انت بتدخل على اللينك بتاع الاونلاين ليرنينج سيستم بيبدا يتسجل انت دخلت امتى، انت النهارده جيت متاخر شويه، لا انت جيت في الوقت المظبوط وهكذا. فمهم قوي ان احنا نلتزم بالليكتشر تايم بتاعنا. الاتندنس زي ما اتفقنا خلاص بقى عندي اوتو اتندنس، بقى في الغياب بيتسجل مش زي قبل كده. فمهم جدا ان احنا نلتزم بالمواعيد بتاعتنا في الجروبس بتاعتنا اللي موجودة، بالمواعيد اللي موجودة معانا في الجدول. كل واحد في جدوله، والله لو انا جروب A ابقى في خلاص في جروب A، جروب B ابقى في جروب B، ما حضرش في اي وقت وخلاص، عشان الغياب زي ما قلنا ايه بيتسجل. وفي الاخر بيبدأ يتاخد التراكمي بتاع الغياب، والله انت غبت مثلا واحد محاضرة، واحدة، محاضرتين، اكتر من كده. فممكن لا قدر الله لو حد غاب محاضرات كتير جدا او اكتر من 70%، وعلى حسب ده طبعا بتحدده ادارة الكلية، ممكن يتحرم من دخول الامتحان. فيعني الموضوع بسيط، فاحنا نحاول نلتزم على قد ما نقدر في الايه في الحضور. زي ما اتفقنا بندخل من اللينك بتاع الاونلاين ليرنينج سيستم، مش بندخل من الويبكس. يفضل ان احنا ندخل من جهاز كمبيوتر او حتى ندخل من براوزر، يبقى عندي الجهاز اللي انا داخل منه ليه اي بي او يعني معروف، عشان الغياب في بعض الاحيان، وده حصل في السمر كورس ان في ناس كانت بتدخل وما بيتسجلش الغياب، يعني كنا بنحللهم الامور دي. بس يفضل ان احنا ندخل من اللينك اللي انا حاططه لكم على الليرنينج سيستم اللي موجود على الموقع بتاع الجامعه. طيب بالنسبه للهاند اوتس او النوتس، بالنسبة للنظري فاحنا بننزل زي ما اتفقنا محاضرة او كل محاضرة، بننزل البي دي اف بتاع المحاضرة، وبننزل فيديو برزنتيشن او باوربوينت فيديو عن المحاضرة. فما فيش مشكلة هنذاكر من البي دي اف اللي بينزل في كل محاضرة. بالنسبة للعملي فانا رفعت لكم البراكتيكال نوت، هتلاقوها موجودة في الانونسمنت الموجودة على صفحة الاس يو ال ام اس، هتلاقيها موجودة. هتنزل برضو المذكرة بتاعت العملي، وهي دي اللي هنشتغل منها. نخلي بالنا عملي الاندستريال 2 هيكون فيه جزء منه مسائل، والجزء التاني هيبقى عندي اجهزة، فهيطلب مننا ان احنا نرسم اجهزة. انا مش بطلب منك ان احنا نرسم، هنجيب بقى كشكول مربعات وزي ما الناس بتعمل، لا خالص، انا عايز منك رسم يفهمني او افهم منه ان انت فاهم الجهاز ده عبارة عن ايه، انه الديتيلز اللي على الجهاز، الجهاز بيشتغل ازاي، البيانات اللي على الجهاز ايه. تمام، برسم ده مش معناه ان احنا بنرسم اي، لا بنرسم يعني ايه، احس ان في اهتمام واحنا ايه بنرسم، فاهمين الجهاز ده عباره عن ايه، تقسيمات الاجهزه، كل ده مطلوب مننا في العملي، وهتلاقيه موجود في مذكره العملي او البراكتيكال نوت بوك. طيب بالنسبه للبراكتيكال زي ما اتفقنا خلاص، احنا قلنا في جزء هيبقى في جزء مسائل وفي جزء رسومات، والامتحان بيكون امتحان واحد عليه الدرجات في اخر الترم ان شاء الله. طيب بالنسبه لتقسيمه الدرجات او الجريدز ديستريبيوشن، فاحنا عندنا البراكتيكال 25 درجه، عندنا الميد تيرم اكزام 20 درجه، الفاينل اكزام 40 درجه، و عندنا assignment وtasks هتتطلب مننا في العملي، ودي عليها 15 درجة. يبقى كده total الدرجات عندنا كام؟ total الدرجات عندنا هيكونوا 100 درجة بالظبط. خلاص؟ طبعا midterm exam هيكون بعد اول خمس محاضرات تقريبا، فيفضل اول باول ما ارقمش المحاضرات عليا. طيب هندرس ايه او ايه الكورس كونتنس اللي هندرسها في industrial pharmacy 2؟ هندرس الميكسنج،
والسايز انلارجمنت او جرانيوليشن، السايز ريدكشن، السايز سبريشن، الامالسيفيكيشن، والباكجينج ماتيريالز. طبعا في مواضيع زي الميكسنج مثلا هتاخد معانا 3 محاضرات، الجرانيوليشن محاضرتين، سايز ريدكشن محاضرتين، السايز سبريشن والامالسيفيكيشن كل منهم محاضره، الباكجينج ماتيريال محاضرتين، تقريبا 11 او 12 محاضره. طيب نبدا باول بروسيس عندنا في الكورس وهي الميكسنج بروسيس. عشان تبقى فاهم السيستم اللي احنا هنمشي عليه طول الكورس، زي ما بنقول احنا هنتكلم على بروسيس في التصنيع في المصنع. لما تشتغل في مثلا البرودكشن ديبارتمنت هتلاقي نفسك بتعمل ميكسنج وجرانيوليشن وسايز سبريشن وسايز ريدكشن. طيب احنا هندرس الكلام ده ازاي؟ هندرسه في الاول هنفهم يعني ايه ميكسنج بصفه عامه، هيبقى عندنا جزء ثيوريتيكال نظري، وبعد كده هنبدا نشوف الاكويبمنتس اللي موجوده في المصنع اللي بستخدمها عشان اعمل ليكويد ميكسنج، سوليد ميكسنج، سيمي سوليد ميكسنج، وهكذا وهكذا بقى في كل البروسيس اللي احنا هناخدها طول الترم ان شاء الله. طيب لما نيجي نعرف الميكسنج بنقول ان الميكسنج عباره على بلندنج، انا بعمل بلندنج او انترمينجلينج لتو اور مور ديسيميلر بورشنز اوف ماتيريالز. عندي مثلا سبستنس A، سبستنس B، سبستنس C او اكتر او اقل، ممكن يبقى عندي تو سبستنسز بس، تو كيميكال سبستنس. بعمل بلندنج، بعمل انترمينجلينج لتو اور مور ديسيميلر بورشنز، يعني مش بعمل ميكسنج مثلا لكيلو كيلو، لا ممكن يبقى كيلوغرام من سبستنس A مع 300 ملي جرام او 300 جرام من سبستنس B مع 700 جرام من سبستنس C وهكذا. يبقى ده المقصود ب ديسيميلر portions of materials. طيب الهدف من عملية الميكسنج ايه؟ ان انا احصل على attainment a desired level of uniformity، انا عايز يبقى عندي uniformity سواء physically او chemically. ليه ده يهمني في ايه؟ without uniformity في الباتش بتاعي او السامبل بتاعتي مش هيبقى عندي dose accuracy. مهم، مهم جدا، سواء بقى بحضر solution، suspension، tablet، ointments، cream. تعالى كده ارجع شوية في كورسات الفارماسيوتكس، سواء فارماسيوتكس 1 و 2 و 3، وانت بتحضر اوينتمنتس وانت بتحضر كريم وانت بتحضر باودر وانت بتحضر سبوزيتري، هتلاقي لا يخلو بريسكريبشن، فيش بريسكريبشن انت اخدتها without mixing. طب انا بعمل mixing ليه؟ انا عايز الدراج evenly distributed، uniformly distributed في الفاكل بتاعي، في الاوينتمنت بيز بتاعتي، في الفيلر او الديلوانت بتاعي لو انا بحضر تابلتس وهكذا، بحيث يبقى عندي الدوز اكيوريت. كل قرص، كل تابلت كونتينز ذا سيم اماونت اوف اكتيف كونستيتوينت، تمام؟ في الاوينتمنت الدراج يبقى يونيفورم ديستريبيوتد في البيز وهكذا. ممكن كمان نعرف الميكسنج بشكل تاني، بنقول ان الميكسنج هو عباره عن البروسيس اللي فيها تو اور مور كومبوننتس ار تريتد، بحيث كل البارتكلز اوف وان كومبوننت ويل بي ان فول كونتاكت ويز بارتكلز اوف اذر كومبوننت. طيب امتى اقول ان الميكسنج بتاعي ده انا عملته بشكل كويس، بشكل مناسب، او اقول ان الميكسنج ده بيرفكت؟ اقول الكلام دوت امتى؟ لما اجي ابدا اعمل withdrawing او اسحب سامبل من اي بوينت في الميكتشر، الاقي ان السامبل دي ريبريزنت الانيشال ريشيو اللي انا بادئ بيها. يبقى تاني، الاقي لما اجي اعمل او اسحب عينه سامبل فروم اني بوينت اوف ميكتشر، يعني ايه اني بوينت؟ يعني انا حط الميكتشر ده في كونتينر كبير، يعني الميكتشر بتاعي وليكن 100 كيلو، فالكونتينر دوت ممكن اسحب عينه من التوب او البوتوم او السنتر بتاع الكونتينر، الاقي ان السامبل دي هاف اكزاكتلي ذا سيم كومبوزيشن از ذا هول ميكتشر. بمعنى ايه؟ يعني لو انت بتعمل ميكسنج ل 3 كومبوننتس بنسبه 1 الى 2 الى 3، مهم قوي ان انت لو سحبت سامبل وسامبل دي تبقى صغيره، مش ما تسحبش كيلو يعني، لا جرام مثلا او اقل، الاقي ان ال 3 سبستنس دول ممثلين في السامبل دي برضه بنسبه 1 الى 2 الى ايه؟ الى 3. صعب جدا زي ما قلت ان انت هتلاقي برودكت او فارماسيوتيكال دوزج فورم مش involved فيها عملية الميكسنج in some stage of the process. إن ما كانش في بعض الأحيان زي مثلا أنا بحضر التابلت، لأ ده أنا بعمل الميكسنج على أكتر من مرحلة. يعني في الأول أنا بجيب المادة الفعالة والديلوينس، أبدأ أعمل لهم ميكسنج، أبدأ أعمل جرانيوليشن، أضيف الجرانيوليتنج فلويد وأعمل ميكسنج للجرانيوليتنج فلويد مع الباودر، أعمل دروينج وببدأ في الآخر أضيف اللوبريكنت والأنتي أديرنت وأعمل ميكسنج. يعني
ان ما كانش الميكسنج انفولفد مره واحده وانا بحضر الدوزج فورم هتلاقيها انفولفد معاك اكتر من مره في بعض الدوزج فورم زي التابلتس مثلا واحنا بنحضر اهو. بيقول لك ايه بقى؟ ان ذا مانوفاكتشر اوف تابلتس فور اكزامبل الاكتيف دراج كومبوننت والديلوينت بعمل لهم ميكسنج في الاول توجذر بضيف الجرانيوليتنج فلويد وبعد كده بعمل ميكسنج تاني ويز ايد اوف ميكسر في الاخر الجرانيولز بعمل لها بلندنج مع اللوبريكانت مع الانتي ادهيرن. يبقى هنا مش هلاقي اي دوزج فورم موجود عندي اي دوزج فورم مش انفولفد في الميكسنج بروسيس. طيب ممكن اقول او عندي تيرم تاني بوصف بيه الميكسنج هو البلندنج او الانترمينجلينج والعكس او عكس عمليه الميكسنج بقول عندي حصل سيجريجيشن او دي ميكسنج. طيب ايه الاوبجكتيفز اوف ميكسنج؟ زي ما قلنا بقى الكلام ده قلناه من شويه ان انا اتاكد ان حصل يونيفورم ديستريبيوشن للماده الفعاله فور دوز اكيورسي وبالتالي يبقى عندي يونيفورميتي للكومبوزيشن. اتاكد من الكلام دوت ازاي؟ ما استناش لحد ما احضر الفاينل دوزج فورم او الفينيشد برودكت وابدا اقيس او اعمل كواليتي كنترول تيست. لا ده مهم ان انا كل شويه ابدا اعمل ويزدروينج لسمول سامبلز من البالك ماتيريالز وابدا اعمل اناليسز واشوف هل فعلا الانيشال كومبوننتس الانيشال بروبورشنز اللي انا بادئ بيهم هل هم بنفس النسب في السامبل دي ولا لا. تمام كده؟ ده فيما يسمى بقى ان بروسيس كنترول. يبقى انا مش لازم استنى للاخر خالص اخد الفينيشد برودكت او استنى الدنيا تبوظ في الاخر، لا ده انا ان بروسيس كنترول يعني بعد كل خطوه مهمه قوي ان انا اعمل كواليتي كنترول. تمام كده؟ ايه تاني من الاوبجكتيفز اوف ميكسنج؟ ان انا اعمل بروموت للكيميكال والفيزيكال رياكشن باي انكريزنج الكونتاكت سيرف زي مثلا وانا بعمل ديزولفنج السوليد سبستنس في سولفنت محتاج اعمل ميكس ابزوربشن اكستراكشن هيت ترانسفير كل ده مهم قوي عمليه الميكسنج فيه زي ما انت شايف اهو سوليد 1 سوليد 2 سبستنس 1 سبستنس 2 لما اجي اعمل ميكسنج الشكل بيبقى زي ما انت شايف قدامك. مهم قوي ان انا كل ما باخد سامبل سايز اصغر في الحجم كل ما بتبقى ريبريزنتيف ليا كل ما بتطمني ان انا عملت بيرفكت ميكسنج. طيب ايه التايبس اوف ميكتشرز بقى؟ عندي بوزيتيف ميكتشرز عندي نيجاتيف ميكتشر وعندي نيوترال ميكتشر. طيب ايه الفرق بينهم؟ بالنسبه للبوزيتيف ميكتشرز دي بتتكون الميكتشرز دي لو انا عملت ميكسنج الماتيريال زي الجاز او الميسبل ليكويد اللي فيها الايرفيرسبل ميكسنج ما بيحصلش، يعني بمجرد ما الميكتشر يتكون عمره ما هيرجع تاني لايه للبرايمري كومبوننتس مش هيرجع لاصل خلاص ايرفيرسبل ميكسنج. هنا ما عنديش مشكله خالص ما عنديش اي بروبلمز في عمليه الميكسنج زي مثلا وانا بعمل ميكسنج الايثانول الووتر عملت جبت ايثانول الووتر عملت ميكسنج خلاص الميكتشر يتكون عمر ما الايثانول الووتر هيرجعوا تاني ويحصل له سيبريشن. عملت ميكسنج سوليد سبستنس سوليبل سوليبل مش انسوليبل في ليكويد خلاص بمجرد ما السبستنس دي دابت دوبت شويه سكر في ميه خلاص عمرك ما تعرف تفصل او يحصل سيبريشن للايه للشوجر ده. امال ايه بقى النيجاتيف ميكتشرز؟ النيجاتيف ميكتشرز مثلا لو انا بحضر سسبنشن اوف سوليد ان ليكويد محتاجه وورك محتاجه فورس عشان السسبنشن يتكون محتاج ان انا اضيف سسبندنج ايجنتس محتاج ان انا اعمل ميكسنج بشكل معين وبمجرد ما الورك ده اعمل له ريموفال هيبدا يحصل سيبريشن للكومبوننت. يبقى بنقول الكومبوننت اوف ساتش سسبنشن ويل سيبريت انليس الورك از ايه كونتينيوسلي اكسبندد اون ذم. يعني بمجرد ان انا بقول للبيشنت ايه تشيك ويل بيفور يوز طول ما هو بيرج فانا شايف يونيفورم ميكتشر قدامي بمجرد ما يسيب او يحصل ريموفال للفورس دي او يبطل تشيكينج ويسيب البوتل بعد ربع ساعه بعد شويه هتلاقي ايه حصل سيبريشن تاني. نيجاتيف ميكتشرز طبعا مور ديفيكلت تو فور محتاج هاير ديجري اوف ميكسنج افشنسي زي مثلا وانا بحضر او اكزامبلز على النيجاتيف ميكتشرز السسبنشنز والايمولشنز. امال ايه بقى النيوترال ميكتشرز؟ النيوترال ميكتشرز هي ستاتيك ان بيهيفيرز الكومبوننتس بتاعه النيوترال ميكتشرز ما عندهاش التندنسي ان يحصل لها ميكسنج سبونتينيوسلي ما بيحبوش بعض التو كومبوننتس ولكن بمجرد ما حصل ميكسنج ما بيحصل لهمش سيجريجيشن. يبقى الكومبوننتس اوف نيوترال ميكتشر هافينج نو تندنسي تو ميكس سبونتينيوسلي يعني لما تحطهم جنب بعض كده مش زي الايثانول الووتر يعني نور دو زي سيجريجيت وين ميكس. يعني لو انت بقى عملت ابلكيشن لفورس وعملت لهم ميكسنج عمرهم ما بيحصل لهم ايه سيبريشن. لو توفر الكرايتيريا دي بنقول على الميكتشر بتاعي ايه نيوترال ميكتشرز و
عندي فارماسيوتيكال برودكتس كتير قوي من النوع دوت، زي البيست، الاوينتمنتس، الميكسد باودر، هات لاكتوز وهات سكروز حطهم جنب بعض او على بعض في مورتر، مش هيحصل لهم ميكسنج كده يعني. لا، لازم انت تعمل ميكسنج بايدك ببسل جوه المورتر، هيحصل افيشنت وبيرفكت ميكسنج. تمام، سيبهم سنه مش هتلاقي اللاكتوز لوحده، مش زي السسبنشن يعني، مش زي النيجاتيف ايه ميكتشرز. طيب عندنا ميجر اسمه سكيل اوف سكروتيني. سكيل اوف سكروتيني انا ده بستخدمه عشان اتعرف على الريجن اوف سيجريجيشنز الموجوده في الميكتشرز، المناطق اللي فيها دي ميكسنج، اللي ما اتعملهاش ميكسنج كويس، بيديني مؤشر او بيديني زي بريدكشن او بيخليني اتنبأ الميكسنج اللي انا عملته دوت بيرفكت ولا في مشكله. طيب عشان اقول على الميكتشر بتاعي ان الميكتشر ده هوموجينوس ميكتشرز، لو جيت سحبت سامبلز زي ما قلت من اي بوينت في الميكتشر لازم يبقى ليه نفس الايكوال بروبرتيز اللي انا او الايكوال بروبورشنز اللي انا بادئ بيها. طب الهوموجينيتي هنا ديبند على السامبل سايز. كل الميكتشرز هتبان ان هي يونيفورم لو انت سحبت عينه كبيره، يعني انت بتحضر 10 كيلو مثلا، الميكتشر بتاعك 10 كيلو، لو سحبت عينه كيلو هيبان ان الكومبوننتس هتبان ان هو هوموجينس. لكن لو سحبت جرام وبدات تعمل اناليسز، هنا لو انت مش عامل ميكسنج كويس هيتبان. طب عامل ميكسنج كويس، لا، هلاقي ان الانيشال بروبورشنز اللي انا بادئ بيها هي اللي موجوده في الفاينل ايه ميكتشرز. يبقى السكيل اوف سكروتيني انا هنا عندي مينيمم سامبل سايز بستخدمها عشان احقق او اتعرف على الفاريانس او الفاريشنز اللي موجوده في السامبلز. تمام كده. طيب بتبقى قد ايه السامبلز دي، او بتبقى تقريبا كورسبوندنج للسايز اوف فاينل دوزج فورم. يعني مثلا انا بحضر بعمل ميكسنج مثلا عندي 100 كيلو، طب اسحب عينه ايه، جرام ولا 10 ولا، بشوف وزن التابلت الفاينل دوزج فورم ايه. والله لقيت وزنه 500 مللي جرام، يبقى السامبل اللي اسحبها 500 مللي جرام. يبقى السكيل اوف سكروتيني ديسكرايب ذا مينيمم سايز اوف ريجن اوف سيجريجيشن اللي موجوده في الميكتشر، واللي لو لقيتها موجوده بشكل معين بليمت معين بكميات كبيره الريجنز دي، هنا بقول ايه، ان الميكتشر ده انسفيشنتلي ميكسد، ما اتعملوش ميكسنج كويس، ومحتاج ان انا اعمل ايه، ريميكسنج. طيب يبقى السكيل اوف سكروتيني ده بستخدمه كميجر اوف سيجريجيشن. فمثلا لو عندي تابلت بحضر مثلا عندي دراج A 100 مللي جرام ودراج B 100 مللي جرام، هنا السكيل اوف سكروتيني مش هيبقى 100 مللي جرام، لا ده هنا السكيل اوف سكروتيني هيكون الويت اوف تابلت. وده او كلمه سكروتيني دي معناها ايه، اكيوريت اكزامينيشن. طيب تعالوا بقى نتكلم على الميكسنج اكويبمنت. هنا الميكسنج اكويبمنت بنقسمهم اكوردنج تو الماتيريالز اللي انا عايز اعمل لها ميكسنج. عندي امبلرز فور ليكويدز، عندي ميكسرز فور باودرز، عندي ميكسرز فور سيمي سوليدز اور بيست. طيب تعالوا الاول نتكلم على الليكويد ميكسنج ونشوف ايه اللي بيحصل. هنا بيبقى عندي كل ده، انا هتكلم برضو او بتكلم في الجزء النظري لسه ما دخلتش على الاكويبمنت. في الليكويد ميكسنج هنا بيبقى عندي يا اما تو اور مور موبايل ليكويدز بعمل لهم ميكسنج مع بعض، او موبايل ليكويدز وسوليد، يعني بحضر سسبنشن مثلا. هنا الليكويد ميكسنج دايما بيرفورمد اور كاريد اوت وذ ا ميكسنج اليمنت، لازم يبقى عندي ميكسنج اليمنت، غالبا بيكون روتيشنال ديفايس بيحصل له روتيشن مثبت على موتور عشان يلف بار بي ام معين. الروتيشنال ديفايس ده لما بيلف بيديني الريكوايرد شير فورس، وهتشوف دلوقتي شكل الروتيشنال ديفايس ويعني ايه شير فورس. هي سترين، التروب بيحصل، ديستربشن بيحصل لما اللايرز اوف ان اوبجكت سبجكتد تو اوبوزيت فورس. بص كده، او ليها تعريف تاني للشير فورس، لما تو لايرز انسايد فلويد سلايد اجينست ايتش اذر. بص اهو انا عندي، بص كده اهو، لما نبص على التعريف تاني بنقول ايه، when the layers of an object subjected to opposite force، اهو layers subjected to opposite force، ادي force في الاتجاه ده وforce في الاتجاه ده، فتعمل ايه، asymmetry. لان لما يحصل asymmetry كده انا عملت ايه، mixing. لكن طول ما عندي symmetry فكده انا ما بعملش mixing خالص. او تعريف تاني للshear stress، بيبقى عندي two layers inside the fluid slide against each other، اهو two layers. طبعا الكلام ده تخيلي يعني، مش بشوف بعيني انا الليكويد ومش بشوف اللايرز اوف ليكويد، لكن بنقول ايه فيرتشوال كده عشان نفهم الليكويد ميكسنج بيتم او بيحصل ازاي. ادي بنقول بيبقى عندي ميكسنج اليمنت،
عندي روتيشنال ديفايس بدل اهو ثبت عليه تو بليدز بيلف عند في موتور ادي الليكويد جوه بيتحرك بشكل معين. هنا بحط الفيد اللي انا عايز اعمل له ميكسنج والبرودكت ببدا اعمل له ريسيفنج زي ما انت شايف من البوتوم اوف كونتينر. في بعض الاحيان بيبقى عندي كولينج جاكيت، بيبقى عندي بافل واللي هو فيرتيكال ستريبز مثبته عشان تمنع الفورتكس، هنتكلم عليها كمان شويه. يبقى تاني يبقى الليكويد ميكسنج بيرفورم دوز ميكسنج اليمنت، غالبا بيبقى روتيشنال ديفايس هو ده اللي بيديني النيسيسري شير فورس. طيب لازم يبقى ليه شيب معين، وهنا بنقول عليه امبيلر. يبقى كلمه امبيلر دي معناها ميكسرز فور ليكويد، او الميكسر اللي بستخدمه فور ليكويد ميكسنج بنقول عليه ايه امبيلر، ليكويد امبيلر. ده بيديني السيت اب الفلو باترن. يعني ايه فلو باترن؟ الحركه الشكل بتاع الليكويد اللي انا بعمله ميكسنج، هل هو تنجنشال، هل هو اكزيال، هل هو راديال، ونشوف الفرق بينهم ايه. يبقى الفلو باترن هو شكل الحركه بتاعه الليكويد لما الروتيشنال ديفايس ده بيشتغل. خلاص يبقى الميكسنج اوف ليكويد كاريد اوت باي يوزنج ليكويد امبيلر ان تانك او ان فيسلز. طيب ايه بقى الفلو باترن اللي احنا بنتكلم عليه في امبيلر ميكسرز؟ شكل الفلو باترن عامل ازاي؟ او لما باجي احط الامبيلر دوت والروتيشنال ديفايس يبدا يشتغل يحصل له روتيشن، حركه الليكويد دي في شكلها عامل ازاي؟ يا اما تكون راديال. وراديال هنا بقول ايه بقى؟ ان الليكويد كومبوننتس اكتنج ان دايركشن فيرتيكال عمودي على الامبيلر شافت ناحيه الول اوف تانك. بص كده هيبان من الفيو دوت. بص كده لما اجي ابص من فوق انا كده النقطه دي، يعني لو خلينا نبص على الفيسل من الجنب اهو، ادي الموتور ادي الامبيلر وادي الفيسل والليكويد جواه. لو جيت بصيت من فوق ادي النقطه دي بتمثل لي ايه؟ ايوه بالظبط كده، هو ده الروتيشنال ديفايس او الامبيلر. والاسهم دي حركه الليكويد، دي الراديال. بص كده الليكويد بيتحرك ايه؟ بيقول لك فيرتيكال عمودي على اهو، بص عمودي عمودي على ايه؟ على الامبيلر شيفت ناحيه، رايح ناحيه ايه؟ رايح ناحيه الول اوف تانك. كويس كده؟ ده اسمه راديال. طب اللونجيتودينال او الاكزيال؟ لا، هنا عندي الليكويد بيتحرك ايه بقى؟ يا اما من تحت لفوق يا اما من فوق لتحت. ده بحتاجه لو انا بحضر سسبنشن، والراديال فلويد بحتاجه اكتر لو انا عندي فيسكس ليكويد. طب التنجنشال فلو؟ لا، ده انا عندي الليكويد بيتحرك از وان يونت، وده انا مش عايزه لان هو بيسبب فورتكس، وبالتالي اول ما تسمع كلمه فورتكس يبقى مفيش ميكسنج بيحصل. طيب الشكل الثاني او الفلو باترن الثاني اللي هو الاكزيال اور اللونجيتودينال فلو، هنا عندي الليكويد كومبوننت اكتنج بارلل مش فيرتيكال بقى للامبيلر شيفت. عندي تو بوسيبل اكزيال فلو، يا اما الامبيلر بيعمل بامب للليكويد من البوتوم تو ذا سيرفس، او العكس الامبيلر بيعمل بامبنج للليكويد من السيرفس تو ذا ايه؟ تو ذا بوتوم. طيب الاخر فلو باترن عندنا اللي هو التنجنشال اور روتيشنال فلو باترن، هنا الليكويد فلو از سيركلز دواير از وان يونت اراوند الامبيلر شيفت. ده البورست فلو باترن. ليه؟ ان الليكويد بيحصل له فلو ان سيركلر موشن اراوند الشيفت از وان يونت، وبالتالي ما عنديش ميكسنج كويس بيحصل. طيب ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الفلو باترن؟ طبعا الفورم والتايب اوف امبيلر، البوزيشن بتاع الامبيلر، هل هو هاي في الليكويد فوق يعني ولا لو في الفيسل، ماونتد سنتر اللي حاطه في النص الليكويد يعني في نص الفيسل بالظبط او تو وان سايد في جنب، هل الشافت فيرتيكال ولا انكلايند او كيرفد يعني منحني، الكونتينر شيب كمان بيأثر على الفلو باترن، البريسنس اوف بافلز او الفيرتيكال ستريبز بتأثر، الليكويد بروبرز كمان بتأثر على الفلو باترن وبالتالي بتأثر على الديزاين والاوبريشن اوف ميكسنج يونت. طيب تعالوا نتكلم على الفورتكس فورميشن ونشوف ازاي اقدر ان انا افويد المشاكل اللي بتحصل وازاي اقلل حدوث الفورتكس فورميشن. طيب اول حاجه الليكويد تو بي ميكسد فولوز ا سيركلر باث زي ما قلنا، ده بنسميه ايه بقى؟ التنجنشال فلو. التنجنشال فلو وده انا مش عايزه لان بيحصل زي ما اقول الليكويد بيبقى بيلف في دواير سيركلر باث از وان يونت، هنا بيحصل لامينر فلو. اللامينر فلو هو التنجنشال فلو سيركيوليشن بدون ما يحصل اي اكزيال فلو. هنا الليكويد سورد اراود الفيسل، ما عنديش اي انترمينجلينج وبالتالي بيتكون عندي الايه؟ الفورتكس اللي انت شايفها دي. الليكويد بيتحرك از وان يونت، في سيمتري بتحصل، انا بقول ايه مهم يبقى عندي اسيمتري. اندر ذيس كونديشن هنا الميكسنج اونلي افكتد باي ايه؟
by adding or turbulence near the periphery بتاع الايه الامبلر بليدز، يعني الجزء اللي جنب البليدز بس عشان بيتحرك هو ده اللي بيتاثر يعني، ها شويه اللي بيحصل فيه ميكس، لكن البالك اوف ليكويد not affected not properly mixed. طيب طبعا الفورتيكس فورميشن ديس ادفانتج، وبالتالي مهم قوي ان انا احاول ان انا افويد ان يتكون فورتكس. طب الفورتكس فورميشن ليه ليها عيوب؟ ايه الليميتيشن بتاعتها؟ اول حاجه طبعا ما عنديش جود ميكسنج بيحصل، لو عندي سوليد بارتكلز موجوده السنترفيوجال فورس هتبدا تعمل ثروينج للبارتكل توردز الول اوف تانك، السوليد بارتكلز هتروح ناحيه الول اوف تانك وبالتالي وبعد كده تتحرك داون وورد ويحصل ايه؟ سيدمنتيشن، رابيد سيدمنتيشن، او نتيجه الحركه السنترفيوجال فورس هيبدا يحصل ثروينج للبارتكلز ناحيه الول بتاع التانك وبعد كده يحصل موفينج توورد البوتوم بتاع الايه التانك. كمان الفورتكس فيها عيب ان بيحصل انتروديوسنج للاير جوه الماتيريالز، وبالتالي لو عندي اي اوكسيدايزبل سبستنس هيحصل لها ديكومبوزيشن. كمان الاير ممكن يسبب اكسسيف فومينج لبعض البرودكت وده بيأثر على الفرزر بروسيسنج، زي مثلا الباكجينج وانا بعمل الفيلنج مش هيبقى اكيوريت وبالتالي مش هيبقى عندي اكيوريت دوز. طيب ازاي اقدر اعمل سبريشن للفورتكس فورميشن؟ اول حاجه في السمول تانك هنا ممكن الامبلر ما يبقاش في السنتر، يبقى اوف سنتر، سواء فيرتيكالي عمودي او تيتلد كيرفد انكلايند ان ا بلين بيربنديكولار تو ذا دايركشن اوف موف. في الحاله دي السيمتري اوف ميكسر ديسترويد ومش هيبقى عندي او بنسبه قليله قوي هيبقى في عندي تانجنشال فلو، عملت كده مينيمايزيشن بشكل كبير. ادي زي ما بنقول يبقى بيبقى اوف سنتر الامبلر، مش ما احطوش في النص عشان اكسر السيمتري، اخليه داخل بزاويه كيرفد افضل كمان، كل ده بيعمل ديستراكشن للايه للسيمتري. طب لو عندي لارج تانك اعمل ايه بقى؟ في الحاله دي لازم اعمل انستولينج للفيرتيكال بافلز الفيرتيكال ستريب على الفيسل وول او جاست اوي، يعني بعيد سنه من الفيسل وول اهو. بص كده ادي اهي دي البافلز، لما ابص كده من سايد فيو لما ابص من فوق ادي البافلز بيبقى شكلها كده، فيجي الليكويد يلف في سيركلر باس يخبط في البافلز يرجع تاني يلف يخبط عشان شايف اسهم عامله ازاي، في اسيمتري كده في ميكسنج. انا مش عايز الشكل ده، انا مش عايز الفلو باترن ده، ده التانجنشال ده الفورتكس، لكن انا عايز ده. ده هيحصل ازاي؟ عن طريق ان انا زي ما بقول بعمل انستولينج للفيرتيكال ستريبس اون اور جاست اواي فروم ذا فيسل وول. البافلز دي او الفيرتيكال ستريب دي تبقى بيربنديكولار على الول اوف تانك، بتقلل لي التانجنشال فلو وزاوت افكتنج الراديال والاكزيال فلو. كمان البافلز بروديوس اديشنال تربلنس وده كله بيساعد في عمليه الميكسنج، وبتبقى افيشنز جدا، كفايه اربعه بافلز لو انا عندي لارج تانك. لكن بقى في حالات الفيري لارج تانك لا الفور بافلز مش افيشنز، طب هعمل ايه بقى؟ ان فيري لارج تانك ازود يا اما ازود البافلز، ده ما بيبقاش ده بيبقى ما بيبقاش براكتيكال مش عملي يعني، او في الحاله دي بقى الامبلر ماونتد ان ذا سايد اوف تانك وذ شافت ان هوريزونتال بلين، زي ما انت شايف كده هنا الشافت او الامبلر بدخله في التانك في الفيسل من الجنب زي ما انت شايف بشكل هوريزونتلي. تمام كده احنا خلصنا المحاضره الاولى، كانت زي ما انت شايف جزء ثيوريتيكال عن الليكويد ميكسنج السوليد ميكسنج زي الفورتكس بتتكون، طب اتجنبها ازاي. المحاضره الثانيه ان شاء الله هنبدا نتكلم بقى على الاكويبمنتس اللي هنستخدمها فور ليكويد ميكسنج. شكرا جزيلا.